متابعة منا لهذا الموضوع، تشرف بحضور السيدة هواريا برلقطة المكلفة بالإعلام على مستوى الديوان الوطني للأرصاد الجوية. أهلا بك سيدة هواريا برلقطة، كل عام وأنتم بخير، لأنه شكرا. اليوم اليوم العالمي للأرصاد الجوية. إذا سيدة هواريا برلقطة، السؤال الذي ربما العديد من الجزائريين تكلموا عنه هو أسبوع الأول من شهر من فصل الربيع جاء بأجواء شتوية، كيف تفسرون على مستواكم هذه الظاهرة؟ إذا في بداية الأمر صباح الخير، شكرا صباح. على هذه الاستضافة والالتفاتة أيضا، شكرا. ونحن كما قلت يعني نحتفل بيومنا العالمي للأرصاد الجوية. فيما يخص الوضعية الجوية الحالية، يعني كانت متوقعة وأنا نعتبرها طبيعية جدا، فهي عبارة عن تسلسل اضطرابات جوية. كان هواء بارد سيبيري يعني تمركز في حوض البحر الأبيض المتوسط، ثم توغل تدريجيا نحو المناطق الشمالية. يعني هناك شيء آخر، يعني المواطن يقول باللي الربيع، يعني أنا في الربيع وبرودة، الربيع مازال ما بداش، يعني نحكم عليه هذا الحكم وهو مازال ما بداش. نحن في بداية فصل الربيع، ومن الطبيعي جدا الانتقال من فصل شتوي كنا تحت تأثير اضطرابات جوية قادمة من الشمال، راح تتغير الوضعية ونروحوا لاضطرابات جوية قادمة من نوع آخر. إذا هذه الفصلة الانتقالية جد عادية. لكن لماذا نشهد في سنة أنه فصل الربيع يبدأ، يعني عندما يبدأ يبدأ حتى في 21 من مارس يكون ربيعي، أجواء ربيعية كما هو يعني متعود عليه الجزائري، لكن في بعض السنوات الأخرى كما لاحظنا هذه السنة يأتي بثلوج وبرودة وأمطار؟ بالطبع، إذا بداية الفصول لا تشتبه من سنة إلى سنة، هي تختلف. وأذكر شيء آخر، يعني الإنسان ممكن ينسى كذاكرة، ولكن ذاكرة الأرشيف في الأرصاد الجوية متواجدة وتؤكد على أنه في سنة 2016 في مارس 2016 يعني سجلنا اضطرابات جوية مثل هذا النوع، وسجلنا حتى سمك ثلوج معتبر كان 89 سنتيمتر بمنطقة القبائل، ويعني وكانت برودة إلى آخره. أذكر في 2003 أيضا عشنا مارس 2003 تسلسل اضطرابات جوية في بداية الربيع، يعني تعتبر وضعية عادية. بالعكس، يعني نحسوا بلي أنا رجعوا للفصول العادية. فالربيع هو فصل ثلاث أشهر ننتظر أنه ينتهي لنحكم عليه هل هو بارد أو بالعكس غير عادي. أكيد. والآن أنا أتحدث عن نقطة متعلقة، هل تستمر أو ستستمر هذه الوضعية وإلى متى؟ نعم، بالنسبة للوضعية الجوية هذه راح تستمر. اليوم يوم الجمعة، يعني هو تحسن مؤقت كما كان متوقعا، ولكن إن شاء الله ابتداء من ليلة الجمعة للسبت تتوقع مصالح الأرصاد الجوية عودة اضطراب جوي، وهذه المرة نوع آخر راح يأتينا من الجانب الغربي لحوض البحر الأبيض المتوسط، أقل برودة، لأن ما أتانا من شرق البحر الأبيض المتوسط أعطى هذه الثلوج المعتبرة، الانخفاض أيضا محسوس في درجة الحرارة. ولكن إن شاء الله هذه الليلة راح يلتحق بنا اضطراب جوي راح يخص المناطق الغربية والوسطى يوم السبت. إذا حتى نقدر نقول كل شمال الجزائري غدا سوف يكون تحت تأثير الاضطراب الجوي. إذا أجماء باردة نسبيا مرفوقة أيضا ببعض الزخات من الأمطار. والتحسن متى سيكون؟ بالنسبة للتحسن بإذن الله راح يكون ابتداء من ظاهرة يوم الاثنين. حتى ظهيرة يوم الاثنين. نعم، راح يكون تحسن تدريجي إن شاء الله على أغلب المناطق الشمالية. سيدة هوري برلقطة، وأنت تتحدثين عن هذه الفترة بالذات، من يعني خاصة هذا الأسبوع الأول، تأثيراته أهم شيء ربما الناس تتكلم إنسان العادي، لكن بالنسبة للفلاحين تأثيرات هذه الوضعية الجوية؟ إذا بالنسبة للميدان الفلاحي أظن أن الأخصائيين في هذا الميدان هم أولى بالإجابة على هذا السؤال، ولكن حسب المعطيات نتاعنا كاين نوعين من الإنتاج الفلاحي، نوعين، نوع يحتاج فعلا أمطار في هذه الفترة وآخرين ما يحتاجوهاش في هذه الفترة. شيء آخر يعني التوزع والانتظام تاع توزيع الأمطار ماهش منتظم. إذا رغم أن الكميات الحمد لله هذه معتبرة، الكميات إذا حبينا نشوف الكمية في هذه السنة، الكميات مثلا في هذه السنة أكبر كمية سجلناها في منطقة جيجل، منطقة كذلك باتنا كانت معتبرة نوعا ما، وأقل كمية كانت في المناطق الغربية للوطن. إذا دائما نحس باللي حسب التوزيع السنوي للأمطار، الأمطار تكون دائما قليلة من الجانب الغربي وأكثر اعتبارا في المناطق الشرقية للوطن. وكذلك لاحظنا قوة الرياح على هذه الفترة الأخيرة، يعني سواء في المناطق الجنوبية وحتى في المناطق الشمالية وصلت تقريبا إلى 80 كيلومتر في الساعة. يعني ليس هذه السنة فقط، فمارس يعتبر شهر الزوابع الرملية في المناطق الجنوبية، هو شهر الرياح، هو تغيير في كل الكتلة الهوائية اللي تخصنا، لأن راح ننتقلوا من فصل إلى فصل آخر، طبيعي جدا باش يكون هذا التغيير يكون
وضعيات جوية هكذا، رياح قوية، زوابع رملية، ومن بعد نقعد في الاستقرار في فصول الصيف إن شاء الله، وهي يعني تمشي على هذا الشكل. أكيد. خلينا الآن ننتقل لمحور آخر، المحور المتعلق بالأرصاد الجوية، لأن اليوم هو اليوم العالمي. حتى منظمة طبعا في هذا اليوم، منظمة العالمية للأرصاد الجوية، تحدثت على أمور متعلقة بالكوارث التي حدثت والمتعلقة بالمناخ. حتى في العالم ككل هناك اهتمام متزايد بأي شيء يتعلق بالمناخ نظرا لتأثيراته الطبيعية. أنتم على مستوى الأرصاد الجوية الجزائرية، خلينا نتحدث عن اهتمام المولى لهذا المركز وهذا الديوان الخاص بالأرصاد الجوية. إذن بالفعل يعني اليوم العالمي للأرصاد الجوية ممكن هو فرصة للتحدث على الجديد في الأرصاد الجوية. الديوان الوطني الأرصاد الجوية الجزائرية هو يحتفل كغيره من أعضاء المنظمة العالمية اللي هو أعضاء التحايا فوق 80 عضو، نحتفل بهذا اليوم وتحت شعار معين. إذا احتفالنا يعني دائما عنده علاقة مع الشعار. الشعار يقول الطقس، المناخ، تدبير وتدبر. إذا الطقس يمشي مع التدبير والمناخ يمشي مع التدبر. لماذا؟ كي نتحدثوا على الطقس نتحدثوا على التوقعات قصيرة إلى متوسطة المدى للوضعيات الجوية اللي هي متطرفة. يعني هنا المنظمة العالمية تدعو مصالح الأرصاد الجوية العالمية لأكثر جهد في هذا الإطار. القسم الثاني هو المناخ مع التدبير. المناخ هو عنده تأثير طويل المدى، تأثيره طويل المدى هذا للأسف أصبح سلبي نظرا للتغيرات المناخية. إذا أصبحت نسبة حموضة المحيطات مرتفعة، أدت كذلك ذوبان الثلوج اللي أدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر. ما ننساوش الأعاصير المدارية اللي لاحظنا باللي العالم عاشها، ما ننساوش كذلك الأمطار المعتبرة، ما ننساوش كذلك الجفاف، موجات الحر من جانب وموجات البرد من جانب آخر. في هذا الإطار مصالح الأرصاد الجوية هي تساير كل ما هو شعار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. كيف هذا؟ فنحن دائما نبحث عن الجديد، أصبحنا نحتك أكثر بكل ما هو علم، بحث علمي في المناخ وفي الطقس. والهدف تاعنا الرئيسي هو أننا نقدم خدمات أو منتوج جديد يكون أكثر دقة، راح يساهم في التخفيف من آثار كل هذه الكوارث. هذه النقطة، وأنت تتحدثين عن الدقة سيدة هورية بالرقة. الكثير يعني المواطن العادي في كثير من الأحيان يتم التنبؤ بأحوال طقس معينة، لكن الأمور تتغير فيما بعد. لماذا يرتبط ذلك؟ إذن شاهدنا تصريحات عديدة للمواطنين، وليس في الجزائر فقط، في العالم كله مصالح الأرصاد الجوية يوجه لها هذا الانتقاد. نعم، فيقولون أن توقعتم تساقط أمطار فلم تسقط، توقعتم ارتفاع في درجة الحرارة فسجلنا أكثر من ذلك. يعني كل هذه الانتقادات نعتبرها يعني طبيعية جدا. لماذا؟ باش نفهم المواطن الكريم أن عندما نتحدث عن سقوط أمطار على منطقة الوسطى للوطن، هذا لا يعني أنها سوف تسقط على البيار، بن عكنون، حيدرة، باب الزوار إلى آخره. إذا ليست يعني، لأن توزيع السحب في السماء ليس توزيع منتظم، فممكن تكون كثافة السحب في منطقة ما راح تعطي كل الأمطار في هذه المنطقة، بينما المنطقة المجاورة لها تكون 0 ملم. إذا هذا التوزيع الغير منتظم للأمطار هو اللي يعني يخلي المواطن يقول لك ما تسقطتش الأمطار علينا. ولكن كان انتقادات أخرى تقول نعم تسقطت الأمطار على المنطقة هذه. هذه نقطة مهمة. نعم، شيء آخر حتى في درجة الحرارة، إن شاء الله أنا جايين لفصل الصيف وراح يكون ارتفاع في درجة الحرارة. دائما يلام المتنبئ أنه لم يعطي درجة الحرارة الحقيقية في الجنوب. لا، الدرجة الحرارة التي نستعملها في مصالح الأرصاد الجوية تتبع معايير عالمية وتدخل كمعطيات في البنك العالمي. إذا ليست درجة حرارة السيارات التي تعطى كمؤشر في السيارة، وليست درجة حرارة المحرار الذي هو متواجد في البيت. إذن فكرة الثقافة أنه الجزائري لابد أنه يتعلم ثقافة المناخ. نعم. وكيف تلمسينها سيدة هورية بنقطة في هذه السنوات مقارنة بسنوات ربما مضت كان فيها الاعتماد ربما على أنه الأشخاص حتى الكبار في السن كانوا في ممضى عندهم طريقتهم معينة بالفعل. لكن الثقافة المناخية أهميتها بالنسبة للمواطن. إذن حاليا الهدف الرئيسي من كذلك الشعار الذي وضعته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هو هذه يعني إعطاء المعلومات أكثر، هذا الاحتكاك بالمواطن
المواطن، الاحتكاك بالطفل، الاحتكاك بالطالب، باش يفهموا وتدخل فيهم ثقافة أن يعني درجة الحرارة واش هي، ما معناها، ما معنى أن في تلفزيون النهار نجد المقدمة تعطي 32 درجة مئوية على الجزائر العاصمة، هذا يعني أنها درجة حرارة الكتلة الهوائية وليس درجة الحرارة المحسوسة التي سوف نحسها، كان فرق. إذا هذه الثقافة احنا عندنا حاليا يعني زوار لمصالح الآثار الجوية، كان كثير من زوار في ميدان التربية، يعني الحمد لله قطاع التربية يهتم كثيرا بالأرصاد الجوية، دائما عندنا زوار تلاميذ من مختلف الأطوار، المتوسط كذلك، عندنا يعني دي كونفونسيون مع الجامعات، جامعة باب الزوار إلى آخره، حتى مع الحماية المدنية، الدرك الوطني، نحن في تواصل لهذا الشبان يجوا جدد والإطارات الجديدة والكوادر الجديدة تحتك بمصالح الأرصاد الجوية للتعرف أكثر عليها. مصالح الأرصاد الجوية اليوم أصبح لديها كذلك منافس، وهذا المنافس أصبح ينافس كل المجالات تقريبا، هو شبكة الانترنت. نعم. اليوم الكثير من المواطنين أول يعني ما يريد أن يستسقي معلومة حول الوضعية الجوية يذهب إلى محرك البحث مباشرة ويستند عليه على المعلومات المتعلقة بدرجة الحرارة والوضعية الجوية. في هذا الموضوع بالذات أقول كلمة للأسف. للأسف أن بعض الأحيان تكون صحيحة سيدة الهوري، يعني الدقة صحيحة أو غير صحيحة، يعني هنا لازم نفهموا هذه النماذج العددية والرقمية والمعلومات الطقس المتواجدة عبر الإنترنت اللي هي يعني بدون ثمن، اللي هي يعني اللي غراتويت، تعتبر مصداقيتها ضعيفة جدا، وإلا لا وجود للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ولا وجود لأي شيء. على ماذا تستند هذه تعتبر حتى بعض التطبيقات اليوم في الهواتف؟ نعم، تطبيقات في الهواتف يعني، وكذلك أصبحت تجارة كبيرة جدا لإعطاء معلومة الطقس حتى في بلديات وحتى في قرى قصيرة وقرى صغيرة عفوا، يعني نعطوا معلومات عليها، وهذا غير صحيح، لأن هذه القرى ماهيش متواجدة في الشبكة العالمية للأرصاد الجوية. احنا عندنا شبكة، والشبكة تنتمي شبكة وطنية تنتمي إلى شبكة عالمية، ويعني فيه تبادل معلومات، يعني هذا المشكل متواجد حتى في الخارج، يعني ما لا هروب منه. يعني مش هو هذه النماذج العددية اللي متواجدة في الانترنت، تعتبر نماذج عددية قديمة استعملت من طرف مراكز عالمية وبعد هذيك أصبحت يعني ما عندهاش ما كاش تجديد فيها، فتوضع في شبكة الانترنت للمواطن العام، ولكن يعني من تحت تقولوا باللي افوغيس كي بيغيل، يعني كل واحد راح يستعمل هذه المعلومة هو مسؤول عليها. إذا أردنا المعلومة الدقيقة نأخذها من المصدر، فنتوجه نحو المركز الوطني أو يعني المتعاملين معنا كتلفزيون نهار أو آخر، يعني اللي هما عندهم ياخذوا المعلومة من المصدر. إذا في بعض الأحيان صحيح تنبؤ يكون دقيق، وفي أغلب الأحيان يعني للأسف يكون هذا التنبؤ لأنه الأساس خاطئ، يعني فستكون محل صدفة، يعني تقريبا صدفة. ولكن يعني نأكد على حاجة، إذا قالوا في شمس وبعد جي الأمطار، ولا قالوا أمطار وجات أمطار، معليش، ولكن احنا الهدف تاعنا هو كي تكون وضعية جوية متطرفة، كي يكون يعني مصدر تاع إنذار تاع بي ام اس تاع نشرية خاصة، وعند الناس ما لازمش يتوجهوا، لأن في الإنترنت ما رايحش يعطيه نشرية خاصة. ممتاز، نقطة مهمة سيدة هورية برقت. حتى نعود كذلك التغير المناخي. نعم. الذي يحصل في العالم ككل، منطقة شمال إفريقيا بما ذلك الجزائر طبعا، كيف تشهد هذه التغيرات العالمية؟ لأنه البعض يعتبر أن المناطق القريبة من القطبين تقريبا هم الأكثر تضررا مقارنة بالبلدان المتواجدة في وسط الكرة الأرضية، الجزائر مثلا. إذا فيما يخص التغيرات المناخية، هناك دي سيناريو تقام عبر العالم، هناك مختصين في مراقبة المناخ العالمي على مستوى الكرة الأرضية. لماذا؟ لأن التغير المناخي لا يخص منطقة ما، بل هو يعني يرتبط بتغير مناخي على مستوى سطح الأرض كله. إذا فيما يخص التغيرات المناخية، الشيء المهم هو أنها تختلف، تأثيرها يختلف من منطقة لمنطقة. هذا ما دفع البعض يقول أن كلما اقتربنا من القطب التأثير يكون أكثر. لا، يعني هو التأثير مختلف حسب موقع الجغرافي لهذه المنطقة، حسب تأثيرها المناخي، حسب نوعية المناخ اللي عندها. فالمناطق المدارية تختلف عن المناطق اللي هي في القطب، تختلف عن المناطق الاستوائية، لأن مناخها مختلف. مناخ مختلف يؤدي إلى تأثير مختلف. في مناطق صحراوية راح يكون أكثر جفاف، وفي مناطق تقترب من القطب راح يكون أكثر أمطار، أكثر فيضانات،
ترعى عواصف ثلجية، إذا التأثير مختلف من منطقة إلى أخرى. ولكن هناك نماذج عددية موسمية فصلية دير دي سيناريو وتقول كيفاش راح يكون حسب التغيرات المناخية، كيف ستكون الوضعية الجوية السنين القادمة حتى وليس الفصل فقط. فيعني حسب هذا المختصين في المناخ يقولون أن درجة الحرارة راح تزيد في الارتفاع على مستوى سطح الأرض، هذا ما أدى إلى ساسة العالم أنهم يجتمعون أكيد. في كل مرة لدراسة هذه الوضعية نعم ولدراسة المناخ. بالنسبة لمنطقتنا الجزائر بالضبط، الجزائر متواجدة في منطقة تسمى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، نتميز كمنطقة تنتمي إلى حوض البحر الأبيض المتوسط بهذا الاختلاف والتذبذب في الفصول جد عادي عندنا. لحد الآن ما شاهدناه كتأثير للتغيرات المناخية في الجزائر هو التوزيع الغير منتظم لتساقط الأمطار. هذا هو التأثير الوحيد للجزائر. يعني نعطيك على سبيل المثال معدل شهر ممكن أن يتساقط في يومين. يعني ليس النقص لكن زيادة. بل التوزيع. التوزيع. يعني لهذا تحدثنا على جفاف. قولوا كيفاش الجفاف ومصالح الأثار الجوية تقول باللي تساقطت 200 مليمتر خلال السنة، هذا لأن هذا 200 مليمتر اللي تساقطت لم تكن موزعة توزيعا عادي وطبيعي كما كانت من قبل، بل ممكن أن نعيش تساقط معتبر للأمطار في فترة قصيرة جدا، وهو يعني كي نحسبوا المعدل يدخل في المعدل نقولوا احنا رانا في المعدل العادي، ولكن هذا هو التوزيع اللي عنده أثر يعني سلبي فيما يخص كل ما هو فلاحة، كل ما يخص يعني كان بعض المنتوجات تحتاج إلى بعض الأمطار تحتاج إلى في فترة معينة وليس في فترة قصيرة فقط. وصلت الفكرة سيدة هوري برقت المكلفة بالإعلام على مستوى الديوان الوطني للأرصاد الجوية، جزيل الشكر لك.